شركة أمرو اللي هتكون راعي لملابس النادي الأهلي، أستاذ أمير توفيق مدير التسويق في النادي الأهلي معانا على التليفون. مساء الخير على حضرتك. الخير. منورنا في كلام في الميديا، وطبعا عايزين نعرف من حضرتك كل التفاصيل الخاصه بالصفقه او بالراعي الخاص بملابس النادي الاهلي، وكمان عايز اعرف المميزات اللي المفروض هيحصل عليها النادي الاهلي. طبعا احنا امرو شركه جديده، طبعا بقى لها سنه في السوق، بقى لها فتره بعيده شويه عن الحته بتاعت الماركت العربي عامه بشكل كبير. هم كانوا عايزين يرجعوا السوق المصري بشكل كبير الفتره الجايه. كان في بينا تواصل في الفترة الأخيرة إن هم يظهروا مع النادي الأهلي، يقدموا لنا عقد رعاية بشكل كويس. بقى لنا أسبوع في فوضات معاهم، أول ما سحبوا الكراسة والعرض الفني، والناس كانوا بصراحة في العرض الفني إمبارح أول إمبارح كانوا مرحبين جدا بالتعامل معانا، وعرضوا عرض كويس جدا يناسبنا بشكل كبير. إحنا المفروض اللي واخدينها منهم إن إحنا أول سنة عندنا واخدين في أول نص منتجات بقيمة 125,000 دولار. بعد كده 3 سنين اللي بعد كده كل سيزون بيبقى عندنا 250,000 دولار لبس للفريق كورة، وبيطير 5% كل سنة. إجمالي الفلوس دي كلها بسعر الجملة، فطبعا سعر الجملة بيختلف عن سعر التجزئة بشكل كبير، إن هو بيدينا إن إحنا عندنا بيبقى كأنه دبل سعر التجزئة. الحاجة الثانية إن إحنا عندنا لو عايزين أي حاجة زيادة تترقى النادي عندنا بشكل كلها، بيبقى عندنا خصم برضو 35% عن سعر الجملة. عن سعر الجملة. عن سعر الجملة. تمام؟ فاحنا النهارده برضو الفرقة النهارده نادي بيوفر لها في الميزانية بتاعتها كلها، إن أي حاجة بالنسبة لنا تبقى الموضوع أظرف جدا. زائد إن إحنا عندنا 10% مبيعات الشركة في مصر، أي حاجة بتحمل اللوجو الأهلي بيبيعوها في أي مكان في مصر، إحنا عندنا 10% بناخدها منهم من إجمالي المبيعات. تمام؟ بلس إن إحنا عاملين خصومات للأعضاء النادي الأهلي على كل منتجات امبرو، وعندنا شركه اف ار جي هي الوكيل الحصري لامبرو في مصر. عندها 17 منفذ لانتر ستور، وعندهم هم لوكال بتوع شركه كاتشب وشركه انتا. فاي اعضاء النادي الاهلي هيبقوا عندهم خصم 15%. 15% لاعضاء النادي الاهلي على كل المنتجات دي، على اي منتج من منتجات الشركه، امبرو او سكتشرز او انتا او انتر ستور او سكتشرز. قلت لي سكتشرز. اوكي، دي حاجة كويسة جدا. بالظبط. بس دي الحاجات المبدئية اللي عندنا. بلس طبعا ان احنا كنا محتاجين نرجع نشتغل مع براند يكون موجود في العالم كله. امرو عندها ميزانية موجودة في 120 نادي على مستوى العالم، شغلهم في 100 دولة على مستوى العالم. فطبعا الفترة الجاية ان شاء الله بالنسبة لهم تبقى يدخلوا السوق المصري بالشكل اللي هم متوقعينه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب استاذ امير، خليني اسال حضرتك، هل يعني اتكلمتوا مع بعض هيكون في كام منفذ بيع جوه القاهره وكمان بقيه محافظات مصر لشركه امرو، او للمكان اللي هيتباع فيه تيشرتات النادي الاهلي او الاهلي ستورز؟ النادي الاهلي هيبقى عندنا اول حاجه المنافذ انت سبورت، تبقى دي اول حاجه نبدا بيها. تمام. الحاجه الثانيه الاهلي ستورز عندنا كده خطه الفتره الجايه دي ان شاء الله هتظهر خلال مثلا شهرين من دلوقتي، نبدا نشتغل عليها. بلس ان احنا نبدا نعمل اونلاين بريسيزنج عندنا على الويب سايت بتاع النادي الاهلي. هيبقى برضو الجمهور يبقى عارف ان احنا بنشتغل عندنا كذا منفذ رئيسي بالنسبه لنا، ان احنا بشكل كبير عايزين خلاص نبعد بقى عن حته اللبس اللي هو المضروب او طول اللبس عامه. عايزين الناس تكون عارفه ان الاهلي بيبيع حاجته فين، ومحتاجين الجمهور الاهلي يساعدنا ان هو يشتري اللبس الاصلي، يشتري اللبس الاصلي مش المضروب، عشان يساعد النادي الاهلي. صحيح. وحتى كان في كلام مع امبرو، حتى هم مع الميزه اللي عندهم ان احنا عندنا هيبقى في 3 كاتيجوريز من التيشيرت من الاهلي. هيبقى في الاصليه طبعا اللي هي التصنيع بتاع الفريق الاول، في واحده بسعر اقل شويه، في واحده ثالثه بسعر برضه اقل شويه. تمام. عشان يناسب كل الفئات، كل الناس. بالظبط كده. فطبعا اتمنى ان الناس تساعدنا في حاجه زي كده، ان هم يشتروا من المنافذ الرئيسيه بتاعتنا، سواء من ستور او اونلاين او عن طريق امبرو او انترسكوب. طيب بالنسبة بقى للتصميم أو الديزاين الخاص بالتيشيرت النادي الأهلي، هل هم طرحوا مثلا بعض الديزاينز أو التصاميم على مجلس إدارة النادي الأهلي؟ في بعض الحاجات موجودة وتظهر قريب بشكل كويس إن شاء الله. طيب وإمتى هنشوف فريق النادي الأهلي لابس أمره إن شاء الله؟ يعني قريب، احنا النهارده احنا في بوست بعد نص أكتوبر، بنتكلم مثلا ممكن إن شاء الله خلال شهرين من دلوقتي الكتير تكون أمره موجودة معانا إن شاء الله. طيب بالنسبة بقى، سمعنا ان في مكافآت في حالة ان الفريق اخذ بطولات وهو لابس تيشيرت امبرو، هل الكلام ده حقيقي؟ دي حقيقة، عندنا في مكافآت، لان احنا بنتكلم 2.5 مليون جنيه، حتى احنا فزنا ببطولات مختلفة.
برضه دي من الحاجات اللي الشركه بقدمها لنا ان هو بالنسبه له ده ماركتنج ليه هو اكيد لما يظهر مع النادي الاهلي سواء في افريقيا او كاس العالم انديه الموضوع ده يبقى مفيد جدا طبعا، فلازم هو يعوضنا بشكل ما عن الكلام ده اكيد. يمكن كمان التوقيت ده كويس جدا عشان يعني لسه البطولات قدامها شويه عقبال ما يتم حسمها، فباذن الله النادي الاهلي يحصل على البطولات القادمه كلها وهو لابس امره وكمان يحصل على المكافآت. بشكرك جدا استاذ امير توفيق مدير التسويق في النادي الاهلي. طيب دي كانت من اهم